جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حياة القلوب. سبق أن للقلب خصائص، فالخاصة الأولى أن القلب موضع نظر الله تعالى. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك يجتهد أحدنا أيها الإخوة في شهر رمضان خاصة وفي الأوقات عامة أن يطهر قلبه من الأحقاد، من الأغلال، من الحسد، من الميل إلى المعصية، لأن القلب موضع نظر الرب. الخاصة الثانية: القلب ملك الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وإذا كان صلاح الجسد بالطعام والشراب، فإن صلاح القلب بالذكر والعلم والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. الخاصة الثالثة: القلب كثير التقلب، لذلك اجتهد، وإن رأيت نفسك أو قلبك يميل إلى الطاعات اجتهد أن تجأر إلى الله بالضراعة أن يثبته على الطاعات، وأن تبقى في مجالس العلم والذكر حتى تسأل الله عز وجل أن يبقى هذا القلب مستقيماً على طاعته. الخاصة الرابعة وهي درس اليوم: القلب عرضة للفتن وللاختبار. إذا سمعتم في القرآن الكريم أن الله تعالى يختبرنا، أن الله تعالى يفتن عباده، أن الله تعالى يبتلي عباده، فالمبتلى والمفتتن والمختبر إنما هو القلب. القلب عرضة للفتن وللاختبار. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً. رأيتم إلى الحصير كيف تجمع أعواد مع بعضها البعض؟ هكذا الفتن، هكذا الاختبارات، هكذا الامتحانات تعرض على القلب واحدة واحدة. سيعرض على قلبك اختبار الشهوات، اختبار المال الحرام، إذا نجحت بيعطوك الاختبار الثاني، اختبار النساء، إذا نجحت بيعطوك الاختبار الثالث، اختبار حب الجاه، إذا نجحت يعطوك الاختبار الرابع. لماذا يبتلي الله عباده المؤمنين؟ إذا نجحت بيجيك الاختبار الخامس. شو ذنب الأطفال الصغار يقتلون ويدرجون بالدماء؟ إذا نجحت يعطوك الاختبار السابع. لماذا خلق الله الشر؟ إذا نجحت يعطوك الاختبار الثامن، وهكذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباداً كالكوز مجخيا، بعد شوي حنشرح شو المعنى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب عرضة للفتن وللاختبار. الفتن التي تعرض على القلوب أيها الإخوة هي فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهي أسباب مرض القلب وأصل داء الخلق إلا من عافاه الله تعالى. لماذا يفتقر المؤمنون ويغنى الفاجرون؟ شبهة هيك يصير الواحد يفكر،
ليش هيك المؤمنين بتحسهم فقراء واللي عم يعصوا الله بتحسهم يا أخي؟ الدول اللي ما فيها إيمان عندهم مطر خير الله، وعندهم زراعة من أجمل ما يمكن، وعندهم صناعة، وعندهم تكنولوجيا، وهن ما بيؤمنوا بالله أصلا. والدول المؤمنة يا حصرتي دول عالم ثالث، شبهة. لماذا ينزل المرض والأسقام والأوجاع بالناس الصالحين مع أنهم مشغولون بالصلاح؟ لماذا يمرض الصغار ويتضوعون من الجوع؟ لماذا يكون الحلال صعبا والحرام سهلا؟ لماذا يعذب الله عباده في الآخرة؟ لماذا أمهل الله تعالى إبليس؟ هذه شبهات. والبحث عن الجاه والصحة والمال والطعام والشراب والنساء واللهو شهوات، وكل قلب سيمتحن بالشهوات وبالشبهات. والذي يتعرض للاختبار والفتنة إنما هو القلب. فالقلب المطمئن بالذكر المشغول بالطاعة ينجو وغيره يكبو. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، أي كالإناء منكوسا الذي لا يثبت فيه شيء، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. الأول يختلط المعروف معه بالمنكر، يصير بعق أبوه. واحد بيقول له: لك يا رجل معقول عم تعق أبوك؟ بيقول له: شو فيها؟ شو فيها؟ هو ما عم يفهم علي. روح قل له يفهم علي. ما عاد يعرف معروف أو منكر، بيكون متزوج وبيروح يبحث عن الحرام. بيجي واحد بيقول له: لك يا رجل أنت الله ما أكرمك بزوجة بالحلال، ليش عم تروح باتجاه الحرام؟ بيقول لك: أخي شو فيها؟ شو فيها؟ خلي الواحد ينوع. يا لطيف، القلب أشرب بالفتن حتى صار منكوسا، لا يعرف معروفا من منكر. بيقول له رجل: يا رجل أنت عم تأكل رشوة والرشوة مال حرام. بيقول له: أخي هاي مو رشوة، هاي اسمها تيسير أمور، وأنا عم باخدها من هالناس عم يصير لهم أمورهم. شو فيها؟ يعني لقاء جهدي. القلب بيصير مفتون منكوس مقلوب، لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. إذا قلت له: يا رجل تعال إلى الصلاة كن مع المصلين، بيقول لك: أخي ليش إن شاء الله نفكر أنت الدين بالصلاة؟ أنا بعرف الدين، الله وكيلك، أنا بقلبي إيمان أكثر من كل هدول اللي عم بيصلوا. تقول له: يا رجل شهر رمضان يعني صيام، الدنيا صيام. بيقول لك: الدين مو ترك الأكل والشرب. انقلب القلب، صار مثل الكوب المقلوب، لا يعلق فيه شيء من الخير، ويبتلى بأن يختلط عليه الخير بالشر والمعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والعلة الثانية التي تصيبه أنه يحكم هواه على ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينقاد للهوى ويتبع له. يصير حتى إذا قريت له آية من القرآن حديث نبوي بيقول لك: والله الحديث مو عاجبني، يمكن مو صحيح. يعني أنت شو عرفك مو صحيح؟ أنا حاسس لك يا مو صحيح، ما عجبني أخي كلماته، ما عجبتني. الله أكبر، بصير بده يمشي كل الدين على مخه الذي قلب. فنسأل الله السلام، القلب إذا أشرب بالفتن انقلب وانتكس
وصار كالكوب المقلوب، لا يعرف معروفا من منكر ولا يتبع إلا هواه. أما القلب الثاني، في قلب كمان تعرض عليه الفتن، لكنه يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره، قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. كيف يا أخوان بدنا ننجو من الفتن؟ وهذا أهم ما في هذا الدرس. الفتن معروضة على كل إنسان بيننا. يا شباب، أنتم جميعاً كلكم من لم يعرض عليه المال الحرام يجهز حاله، 100% بده يعرض عليك وتكون لحالك وبإمكانك أن تأخذه. يا شباب يلي بيناتكم ما عرضت عليه المرأة بالحرام يجهز حاله، 100% ستعرض عليك. بالمقابل كل واحد عرضت عليه المرأة بالحرام لا يفكر حاله أنه هو الوحيد، شايف كل الجالسين عرضت عليهم كلهم بلا استثناء، حتى الأنبياء. يلي ما عرض عليه ظلم الآخرين يجهز حاله، سيعرض عليك، ستكون في موقف تستطيع أن تظلم غيرك وأن تسحقه وأن تقهره، وما أحد يستطيع أن يؤذيك، بس خوفك من الله عز وجل، صلتك بالله عز وجل ستمنعك أن تؤذي هذا العبد. يلي ما عرض عليه فحص ظلم الآخرين يجهز حاله، سيعرض. يلي ما عرض عليه شبهات في رأسه عن الدين والإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجهز حاله، ستعرض عليك. كيف؟ جهز حالي، شو بدي ساوي؟ كيف أنجو من الفتن مشان يبقى قلبي أبيض، ما يصير قلبي مقلوب؟ هذا القلب الذي حصلته بالطاعات وبالأذكار وبالصيام وبالمبرات حتى أحافظ عليه نقيا، شو أعمل أمام الفتن؟ ينجو القلب من الفتن بثلاثة أمور، أو هي أربعة. أولها ذكر الله تعالى. ما استطعتم أيها الإخوة أن تكثروا من ذكر الله تعالى، افعلوا. ما استطعتم أن تجعلوا الذكر نشيدكم، افعلوا. ما استطعتم أن تشغلوا أوقاتكم بالذكر، افعلوا. الذكر يجلو لك قلبك، يجعله صافيا، فترى الحق حقا والباطل باطلا، كالمرآة النظيفة. المرآة النظيفة بتعرض لك وبتعكس لك الأشياء على حقيقتها، بس المرآة يلي مصدية ومجلغمة وموسخة تعرض لك الأشياء على غير ما هي عليه، بتساوي لك الجميل قبيح، لأنه كله صدى وكله وسخ وكله أدران. فما استطعتم أن تجلوا قلوبكم بذكر الله تعالى حتى يعكس لكم الحقائق على ما هي عليها، افعلوا. كيف أنجو من الفتن؟ كيف ينجو قلبي من الفتن؟ والقلب عرضة للفتن، عليك بأربعة أمور. أولها ذكر الله، وثانيها العلم. هذه مجالس العلم، العلم كاشف، وكثير من الناس يقعون في الحرام من الجهل حقيقة. بعض الذين يأكلون المال الحرام يأكلونه وهم يعتقدون بأنه بجوز، بيقول لك أخي أنا عم بسرق كهرباء، الدولة عم تسرقني وأنا عم بسرقها، خالصين. لا، هو يتكلم مو عن ضحك، يعني هو عم بيقول لك الله وكيلك، عم يفرضوا علينا ضرائب، خير الله، خلاص ما أنا إذا سرقت كهرباء شو بصير؟ هو يفعل معتقداً أنه أخي يجوز أنا أسرق كهرباء وما علي شيء أبداً أبداً. الجهل لو علم بأن هذا حرام وباتفاق الفقهاء وهذا حرمته أكبر من حرمة السرقة من شخص بإفراده. إذا واحد سرق من شخص بعينه هو آذى واحد، بس إذا سرق من المجموع العام عم يسرق من كل هالعباد. كيف ينجو قلبي من الفتن؟ بدك واحد ذكر، اثنين تحتاج إلى العلم، ثلاثة اللجأ إلى الله تعالى. بدك تضرع إلى الله تعالى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم نجني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللجأ والضراعة إلى الله عز وجل تحميك بإذن الله تعالى من الفتن. والأمر الرابع والأخير الصبر. الصبر، إن كنت على الحق فاصبر. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الصلاة بده صبر، والصوم بده صبر، ومجلس العلم بده صبر، والرزق الحلال بده صبر، وصحبة الصالحين بده صبر، وذكر الله تعالى يحتاج إلى صبر، واللجأ إلى الله تعالى يحتاج إلى صبر. فإذا رآك الله تعالى ملتجئاً إليه ذاكراً طالباً للعلم صابراً، بإذن الله بإذن الله ينجو قلبك من الفتن، وتزيده الفتن إقبالاً على الله تعالى ورفعة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الرياء، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من الكفر بعد الإسلام، ونعوذ بك من البعد بعد القرب، ونعوذ بك من القطيعة بعد الوصال. اللهم بعد إذ أدخلتنا بيوتك لا تخرجنا منها، اللهم بعد إذ حببتنا بمجالس العلم لا تحرمنا منها، اللهم بعد أن علمتنا ذكرك لا تنسنا ذكرك. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا صادقة مع جنابك، اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا طاهرة من سواك، اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا مملوءة بأنوارك، مملوءة بأسرارك، مملوءة بعطاياك. اللهم إن كان واحد فينا مبتلا بمعصية علق بها قلبه، فنسألك بحرمة شهر رمضان أن تخرج من قلوبنا جميعا حب المعاصي. اللهم أخرج من قلوبنا جميعا حب المعاصي، اللهم أخرج من قلوبنا جميعا حب المعاصي. اللهم اجعل قلوبنا تتوجه إلى جنابك، اللهم اجعل قلوبنا مشغولة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا مشغوفة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا عالقة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بذكرك، اللهم اجعلنا نحب ذكرك الذكر الكثير، اجعل حب ذكرك إلينا أحب من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل ذكرك غالبا علينا، اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. إلهي وسيدي، إنا نسألك أن تجعل قلوب أبنائنا تعلق بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوب من حضر معنا ومن استمع إلينا تعلق بالقرآن الكريم. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوب أزواجنا وبناتنا تعلق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا تعلق بخدمة دينك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.